كنا وقفنا صديقي في الجزء اللي فات من حدوتتنا عن فيزياء الكم عن تكميم ماكس بلانك للطاقة، وقلنا ان التكميم ده معناه ان الطاقة تبقى مكونة من حتت زيها زي المادة، يعني زي ما المادة مكونة من حتت وبتسمى الذرات، فالطاقة برضو مكونة من حتت وبتسمى الكمات، يعني الطاقة مش بتطلع بشكل مستمر زي مية الحنفية مثلا، فالطاقة بتطلع على هيئة حتت تقدر تشبهها مثلا برصاص البندقية الآلية. البندقية الآلية بيطلع منها الرصاص في تتابع سريع واحدة ورا واحدة. الفكرة دي كانت السبب في تأسيس أول عمود من العواميد اللي هيشيله فيزياء الكم، والنهاردة صديقي هيكون معادنا مع العمود التاني اللي هيجي بيه أينشتاين. أينشتاين بيمثل حالة خاصة جدا بين كل علماء فيزياء الكم، فمن ناحية هو بيعتبر فعلا المؤسس التاني للنظرية بعد ماكس بلانك، لكن من ناحية تانية هو المحارب الأكبر للنظرية. فبما أن عقلية أينشتاين العلمية منظمة وبترفض أي شيء غامض أو ملوش تفسير، وبما أن عالم الكم هو عالم انهيار البداهة والمنطق، فكان طبيعي أن الحرب تبدأ بين عقلية أينشتاين وبعض مفاهيم عالم الكم. استمرت حالة العداء دي لحد آخر فترة من عمر أينشتاين، وعلى الرغم من أن عالم الكم عرض أينشتاين للإحراق في بعض الأوقات، إلا أنه برضو كان صاحب فضل كبير عليه بحصوله على جائزة نوبل الوحيدة بتاعته. خلونا نكمل الحدوتة ونعرف إيه اللي حصل بالظبط بعد دخول أينشتاين لملعب تأسيس فيزياء الكم أو ميكانيكا الكم. بس همتكم بقى معنا في السبسكرايب واللايك والشير، وياريت توصلوا الفيديو ده ل 3000 لايك، وما تنسوش برضو تشتركوا في قناتنا للبرا فيزياء، قناة غموض بلا حدود، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. أهلا وسهلا بيكم، أنا عماد عصام، وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. الفوتو إلكتريك إفكت أو الظاهرة الكهروضوئية صديقي من اسمها كده، بتقوم على علاقة الضوء بالكهرباء، والحكاية بتبدأ لما لاحظوا العلماء وعن طريق الصدفة إن الضوء أحيانا بيولد شرر كهربي، وبقولك أحيانا لأنه فعلا مش كل مرة الشرار الكهربي ده كان بيظهر. كان واضح جدا إن الأضواء الموجودة في الطيف مختلفة عن بعض في التوصيل، وما تنساش يا صديقي إننا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الطيف الكهرومغناطيسي كله، فالمهم إن كانت بعض أضواء الطيف بتوصل الكهرباء والبعض مش بيوصلها، وما كانش مفهوم سر الظاهرة دي، ما كانش مفهوم ليه أصلا الضوء بيوصل الكهرباء، وما كانش مفهوم ليه بس بعض الأنواع هي اللي بتوصل، بل إنه حتى بعد ما تم اكتشاف الإلكترونات اللي بتمثل التيار الكهربي برضه ما تمكنوش العلماء من حل اللغز. طبعا كان واضح إن بعض أنواع الضوء بتحرك الإلكترونات، لأن التيار الكهربي أصلا هو عبارة عن سريان للإلكترونات، إنما ليه ده كان بيحصل وإزاي ما كانش مفهوم. باختصار جه أينشتاين واشتغل على الظاهرة دي وقدر إنه يقدم التفسير. أينشتاين لاحظ إن شعاع الضوء بيحرر الإلكترونات من الأسطح الموصلة أو شبه الموصلة في حالة واحدة بس، الحالة دي هي اللي بيكون فيها الضوء عالي التردد وطوله الموجي قصير. يعني مثلا الضوء الأحمر أو اللي تحت الأحمر أصحاب الترددات المنخفضة والأطوال الموجية الكبيرة ما كانوش بيعملوا التأثير ده في الإلكترونات، أما الضوء البنفسجي وفوق البنفسجي أصحاب الترددات العالية والأطوال الموجية القصيرة فكانوا بيقدروا يحرروا الإلكترونات، أو يعني بيولدوا الشرر الكهربي. كمان لاحظ أينشتاين إن الموضوع ده مش متعلق بقوة الإشعاع أو ضعفه، يعني حتى لو استخدم 10 كشافات كبار من الضوء الأحمر ما كانش بيحصل التأثير ده، لكن في المقابل لو حتى تم استخدام كشاف واحد صغير من الضوء البنفسجي كان بيحصل التأثير على طول. الكلام ده بالنسبة له ما كانش ليه غير معنى واحد بس، الموضوع واضح إنه متعلق بالترددات وطاقة الأضواء، أو نقدر نقول بمعنى تاني الموضوع متعلق بحتة الطاقة اللي شايلها كل ضوء. طبعا الفكرة دي جات له بسبب اهتمامه بفكرة بلانك عن تكميم الطاقة، الفكرة اللي كانت لسه مجرد فرضية على الورق وغير مثبتة بأدلة علمية. بكده يبقى قدر أينشتاين يمشي خطوة في اتجاه تفسير الظاهرة، بس طبعا الخطوة دي ما كانتش ليها أي قيمة في المرحلة دي من الدراسة، والسبب إنه لسه موجود عدد من الأسئلة اللي لازم يتجاوب عليها. علشان تعرف السؤال أو المشكلة الأولى اللي واجهت أينشتاين في المرحلة دي يا صديقي، فلازم أقولك نبذة صغيرة عن تاريخ طبيعة الضوء مع العلماء. في الوقت اللي كان شغال فيه أينشتاين على تفسير الظاهرة الكهروضوئية، كان المستقر في المجتمع العلمي إن الضوء عبارة عن موجات، فالضوء على مدار أكتر من 200 سنة كان محير العلماء، كانوا محتارين هل الضوء عبارة عن جسيمات ولا موجات. إسحاق نيوتن أبو الفيزياء التقليدية كان من رأيه إن الضوء عبارة عن جسيمات، ونيوتن ده صديقي ما كانش بيقول آراء شخصية، ولكنه كان بيثبت أفكاره بالتجربة والمعادلات الرياضية، وطبعا اسم إسحاق نيوتن غني عن التعريف في الفيزياء الكلاسيكية، وعلشان كده انحاز العلماء لرأيه رغم الرأي المعارض اللي شايف إن الضوء عبارة عن موجات. استمر الانحياز ده لرأي نيوتن لحد ما جه الفيزياء البريطاني توماس يونج سنة 1801،
والراجل ده عمل تجربة ذكية جدا لفهم طبيعة الضوء اسمها الدبل سليت اكسبيرمنت او تجربة الشق المزدوج، وخلونا برضو نقول عنها نبذة بسيطة. التجربة دي كانت عبارة عن تسليط شعاع من الضوء على لوح فيه شقين او فتحتين جنب بعض، وبعد ما الضوء يخرج من الشقين بيتم استقباله على لوح جديد، والمفروض ان لو الضوء كان جسيمات زي كور صغيرة مثلا، يبقى الجسيمات دي هتمر من الفتحتين اللي في اللوح الاول اللي فيه الشقين، وبعدين هترسم خطين على اللوح التاني. اما بقى لو كانت الرسمة على اللوح التاني متداخلة او مش مجرد صفين، يبقى كأني جبت شوية مية وعديتهم من الفتحتين، يعني هيكون اللي عدى من الاول عبارة عن مجموعة من الموجات، وبسبب تداخلها مع بعض ظهر النمط اللي احنا شايفينه. بالفعل هو ده اللي حصل في تجربة توماس يونج، وظهر نمط التداخل، يعني الضوء حسب التجربة كان واضح انه بيتكون من موجات. طبعا دي كانت مفاجأة عجيبة في وقتها، مش بس عشان عكس رأي عالم بحجم اسحاق نيوتن، لكن لان معادلات نيوتن كانت سليمة، فما كانش مفهوم ازاي 1+1 بتساوي رقم مع نيوتن، لكنها مع توماس يونج كانت بتساوي رقم تاني. باختصار العلماء سلموا امرهم وقالوا ان الضوء عبارة عن موجات، بس دي طبعا كانت المشكلة الاولى اللي قبل تفسير اينشتاين وكان لازم يحلها. فاينشتاين زي ما قلنا وصل لمرحلة انه فهم ان الضوء صاحب التردد الاعلى هو اللي بيحرر الالكترونات، بس ازاي هيقول التفسير بتاعه والمجتمع العلمي بيقول ان الضوء عبارة عن موجات؟ مسألة تحرير الالكترونات وتوصيل الكهرباء دي بتتطلب ان الضوء يكون فعلا عبارة عن جسيمات. عادة علشان توضح الحتة دي بيتقال مثال كور البلياردو اللي بتخبط في بعض، فلو تخيلنا ان الضوء عبارة عن جسيمات ولتكن مثلا كور صغيرة زي كور البلياردو، فبالطريقة دي هتكون عندها القدرة انها تحرر الالكترونات، لان برضو اللي كان معروف في الوقت ده ان الالكترونات هي كمان عبارة عن كور صغيرة، يعني هيبقى مفهوم ان لما كرة تخبط في كرة هتحركها، اما لو كان الضوء عبارة عن موجات فمش هيبقى ليه اي تأثير على الالكترونات ومش هتقدر تحركها. بكل بساطة وبكل منطقية حل اينشتاين اللغز وعرف يراد الجميع. اينشتاين قال للمجتمع العلمي الموضوع في منتهى الوضوح، الضوء عنده طبيعة مزدوجة، يعني احيانا بيتصرف كجسيم واحيانا بيتصرف كموجة. وبكده يبقى رضى اينشتاين الجميع، اللي قاله اثبت بالتجربة والمعادلات ان الضوء عبارة عن جسيمات رأيه صح، واللي اثبت بالتجربة والمعادلات ان الضوء عبارة عن موجات رأيه صح هو كمان. بس في اللحظة دي اينشتاين اشعل فتيل قنبلة محدش هيعرف يطفيه، فتيل بيسمى بالويف بارتكل دواليتي او الطبيعة المزدوجة، واللي هيمثل فيما بعد مع مفهوم الكامل بلانك، ومفهوم تالت بيسمى بمفهوم الكوانتم سوبر بوزيشن او التراكب الكمي، الاعمدة الثلاثة الرئيسية في عالم الكم. بس برضو رغم الانجاز الكبير ده ما كانش يقدر اينشتاين يقدم تفسيره للمجتمع العلمي، كان لسه قدامه مشكلة او سؤال لازم يكون مستعد للاجابة عليه. علشان نفهم السؤال اللي كان لازم يبقى اينشتاين مستعد له يا صديقي، خلينا نتخيل الحوار اللي جاي بين اينشتاين والمجتمع العلمي. يا استاذ اينشتاين انت حيرتنا، انت بتقول ان الضوء مكون من حتت بتسمى الفوتونات، ومصمم ان الفوتونات دي عبارة عن جسيمات. طيب بفرض اننا سلمنا لكلامك، ازاي بقى الجسيمات المصنوعة من الطاقة دي بتزق الالكترونات؟ هو الطاقة ليها وزن اصلا؟ هو مش انت بتقول ان الفوتونات دي هي حتت الطاقة اللي بتخبط في الالكترونات وتحركها؟ مش لازم برضو كور الفوتونات دي يبقى ليها كتلة علشان تحرك الالكترونات؟ ولا هو ينفع جسم من الطاقة ملوش كتلة ولا وزن يحرك اي حاجة؟ اينشتاين قال لهم صلوا على النبي واحدة واحدة، غير ان الضوء ممكن يكون موجات، فالضوء احيانا بيبقى جسيمات او كمات او حتت بتسمى الفوتونات، والفوتونات اللي ترددها عالي هي اللي ليها تأثير اكبر. مسألة ازاي بقى بتأثر من غير كتلة فاهلا بيكو، انتوا كده جيتولي في ملعبي، انتوا فعلا معذورين لان لسه ما قلتلكوش على سر هيغير الفيزياء بالكامل. قبل ما اينشتاين يقول السر بتاعه، خلينا انا صديقة دردش معاك في سطرين كده علشان تكون مستعد للسر. انا عايز اسألك سؤال، هل الكتلة هي العامل الوحيد المطلوب علشان جسم يحرك جسم؟ يعني مثلا علشان كرة بلياردو تتحرك على الترابيزة، فلازم فعلا كرة تانية قريبة من كتلتها تحركها؟ فعلا مش هينفع كرة من الهواء مثلا تحرك كرة البلياردو، بس هل الكتلة هي العامل الوحيد؟ بالتأكيد الإجابة لأ. العامل التاني اللي مش هينفع تتحرك الكرة من غيره هو الحركة نفسها، يعني ببساطة كرة ليها كتلة واقفة على الترابيزة، ازاي هتحرك كرة تانية بعيدة عنها؟ ما هو لازم تروح لها بسرعة معينة، ما ينفعش تحركها وهي ثابتة. اهو ده صديقي في الفيزياء بيسمى المومنتم او كمية الحركة او الزخم. المومنتم ده هو المطلوب علشان كرة تحرك كرة، او يعني علشان الفوتونات تحرك الالكترونات، فالكتلة لوحدها مش مهمة، المومنتم او زخم الحركة نفسه هو اللي مهم،
والمومنتم في الفيزياء بيساوي حاصل ضرب الكتلة في السرعة. والخلاصة ان الفوتونات فعلا ما عندهاش كتلة، لكنها على الاقل بتمتلك للزخم، وهو ده المهم. تعال بقى نرجع للسر بتاع اينشتاين. اينشتاين قال في الحوار التخيلي ده انه وصل لمعادلة هتغير التاريخ كله، وهتكون برضو اشهر المعادلات في كل العلوم، اللي هي E=mc², اللي هي الطاقة بتساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. والمعادلة دي باختصار بتخلينا نستغنى عن الكتلة عن طريق التعويض بالطاقة، وطبعا سرعة الضوء او سرعة الفوتونات هي ثابت فيزيائي معروف. اما ماكس بلانك الله يرضى عليه، فعمل لنا هو كمان معادلة وسهل الدنيا علينا بالثابت بتاعه. ماكس بلانك قال الكم بتاع الطاقة اللي بيطلع بيساوي ثابت بلانك في تردد الضوء. يعني الدنيا بيس على الاخر، مفيش مجاهيل عندنا خلاص، والكتلة اللي مجهولة بقدر اعوض عنها بالطاقة، شوية تعويضات بقى من بتوع ابتدائي، وتطلع معاك كمية الحركة او المومنتم بتاع الفوتونات. طبعا ساعتها قالوا له الله ينور، خد يا عم نوبل حلال عليك. بس المشكلة الحقيقية انه بالشغل ده اينشتاين فتح على نفسه باب من الصداع مش هيتقفل بعد كده، والكلام ده هو اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقة اللي جاية من السلسلة دي. عايزين بقى المعلومات ما تتنسيش والحدوتة كلها تبقى متماسكة علشان الفايدة تعم، فلو في اي حد عنده اضافة او نقطة مش واضحة ياريت يكتب في التعليقات، وكالعادة هسيب لك المصادر تحت في الديسكريبشن، واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله.